عليكم، معاكم مدارس دار المعارف نوافذ رياضيات كي جي 2 المستوى الثاني الفصل الدراسي الثاني. ازيكم يا كي جي؟ النهارده هنشوف هناخد ايه. احنا خدنا الاعداد من في الترم الاول لحد العدد 60، النهارده هنكمل الاعداد وهناخد من 61 لحد 65، وهناخد ازاي كمان نكتب كلمة 6. تعالوا نشوف الولاد دول. الولاد دول كل واحد منهم معاه عدد. اول ولد معاه 61. احنا اتفقنا ان احنا الرقم اللي بقينا بيقوله الاول بنكتبه الاول. بقي قال واحد، يبقى هكتب الواحد وبعد كده 60. الستة في العشرات 60، يبقى ده اسمه 61. البنت دي معاها 62. 61 بعديها 62. الولد ده معاه 63، والبنت دي معاها العدد 64. بعد 64 الولد ده معاه 65. تعالوا نقولهم تاني مع بعض. 61، 62، 63، 64، 65. يبقى احنا كده عرفنا الأعداد من 61 لحد 65. تعالوا نقولهم كمان مرة. 61، 62، 63، 64، 65. طيب تعالوا نكمل العدد الناقص. 61 بعديها ايه؟ 61. 61 بعديها 62. برافو عليكم. 63 بعديها 61، 62، 63 بعدها 64. شطار يا كيجي. بعد 64 65. برافو عليكم. طيب تعالوا نجيب العدد السابق والتالي. الولد ده معاه 63. طب العدد السابق، السابق اتفقنا اللي هو اللي قبليه كام؟ لو هو معاه 63 يبقى قبل ال 63 كام يا كيجي؟ يبقى البنت دي معاها العدد 62. برافو عليكم. 63 قبلها 62. طب لو هنجيب العدد التالي، التالي اللي بعد ال 63، بعد ال 63 تعالوا نفتكر كده مع بعض. برافو عليكم. 64. يبقى احنا كده جبنا العدد السابق اللي بيجي قبليه والعدد التالي. طيب تعالوا بقى هنا اكمل العدد الاوسط. هنجيب العدد الاوسط. يعني ايه الاوسط يا ميس؟ يعني العدد اللي في النص. الولد ده معاه العدد 65 وده معاه 63. يبقى ايه العدد اللي في وسطيهم اللي بين ال 63 وال 65؟ تعالوا نقولهم كده من الاول. 61، 62، 63. اهي يبقى بعد ال 63 كام؟ 64. وبعد ال 64 65. يبقى 64 هو العدد الاوسط اللي بين 63 و 65. تعالوا تاني نجيب العدد السابق. 62 السابق اللي هو قبلها، ودايما هلاقي السهم بيبص ناحية ايدي اليمين اللي هي باكل بيها، يبقى ده عايز العدد السابق اللي قبلها. قبل ال 62 كام؟ قبل ال 62 61. برافو عليكم. طيب هنا هجيب العدد التالي. التالي يعني اللي بعديه، اللي بيقف بعديه. 64 بعديها، بعد ال 64 وهلاقي السهم بيبص ناحية ايدي الشمال لانه عايز الرقم اللي بعديها. بعد ال 64 كام يا كيجي؟ بعد ال 64 65. برافو عليكم. طيب تعالوا بقى ناخد الارقام بالحروف. احنا كنا واقفين في الترم الاول عند كلمة 5، رقم 5، وعرفنا ازاي نكتب 5 بالحروف. النهاردة هنكمل. تعالوا نعد الدباديب دي كده. 1، 2، 3، 4، 5، 6. يبقى انا كده عندي كام دبدوب؟ عندي 6. ده رقم 6. طب لو انا عايز اكتب كلمة 6، هكتب كلمة 6 ازاي؟ سين تاء، تاء مربوطة، 6. يبقى انا كده كتبت كلمة ايه؟ 6. يبقى انا عندي ده رقم 6 ودي كلمة 6. سين تاء، تاء مربوطة، سين تاء، تاء مربوطة، دي كلمة ايه؟ كلمة 6. طيب لو انا قلت لك 6 اهي تاني، سين تاء، تاء مربوطة، وانا قلت لك عايز تطلع لي 6 على ايدك،
ست صوابع على ايدك. هطلع الايد الاولانية، تعال نشوف كده فيها كم صباع، 1 2 3 4 5، وهطلع كمان صباع من الايد التانية، 6. يبقى انا كده طلعت 6 على ايدي. لو انا قلت لك طلع لي 6 صوابع على ايدك، هطلع 5، الايد الاولانية 5 وصباع من الايد التانية يبقوا 6. يبقى انا كده عرفت اكتب كلمة 6، وطلعت كام على ايدي؟ طلعت 6 صوابع. طيب تعالوا هنا نلعب اللعبة دي. بيقول لي ايه هو الرقم التالي ل64؟ الرقم التالي يعني اللي بعد 64. بعد 64 ايه يا كيجي؟ 63 ولا 65 ولا 61؟ بعد 64. انت حقا ذكي. برافو عليك. وبعد 64 65. طيب اختار الكلمة المناسبة لرقم 6. رقم 6 اهو، فين الكلمة اللي بتعبر عنه اللي انا هكتبها بالحروف؟ هو كاتب لي هنا 5 و1 و6، انا عندي رقم 6، يبقى انا هكتب له كلمة ايه بالحروف؟ كلمة 6 اللي احنا لسه واخدينها. فين هنا كلمة 6؟ سين تاء تاء مربوطة، دي كلمة 6، يبقى انا هختار كلمة 6. انت حقا ذكي. برافو عليكو يا كيجي. يبقى احنا كده النهاردة خدنا الأعداد من 61 ل65، وخدنا كمان ازاي نعرف كلمة، نكتب كلمة 6. شكرا كيجي.